بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في الدورة العلمية لأحكام الصيام، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية الصيام، فائدته، وصوم هذه الأمة لشهر رمضان الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال والنيات. وتعرضنا لجملة من الأحكام، وسوف نتحدث في هذا اللقاء بعون الله تعالى وتوفيقه للأحكام المتعلقة في الفطر في رمضان. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به. الله تبارك وتعالى عندما أوجب على المسلم صوم رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام، لم يشق على الناس ولم يحملهم ما لا يطيقون، بل جاء ديننا باليسر والسماحة وأبعد عنهم كل عسر ومشقة. فلو أن الإنسان مرض مرضا يشق عليه الصوم فإن له الفطر، فيجوز له أن يفطر. فإذا برئ وطاب كمل صيامه ثم قضى ما فاته من أيام أفطرها في رمضان، وجعل فرصة القضاء متسعة للإنسان أن يقضي رمضان الأيام التي أفطرها في الأشهر القادمة إلى ما قبل مجيء رمضان القادم، ولم يكلف الناس عسراً ولا مشقة. والنوع الثاني من الذين يباح لهم الفطر هو المسافر الذي يشرع له القصر في الصلاة، والمراد بذلك هو الذي يسافر مسيرة يوم وليلة على الأقدام أو على الإبل ونحو ذلك. وقدر العلماء رحمهم الله هذه المسافة فوجدوها تعادل 84 كيلو. فإذا كان الإنسان سيسافر أو أنه يسافر هذه المسافة يحل له الفطر إذا سافر، ولو أن وسائل النقل تسهلت وتيسرت كما في هذا الزمن فإنه يجوز للمسافر أن يفطر ولا حرج عليه إن شاء الله. والله تعالى يقول: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله تعالى يريد بعباده هذه بأداء العبادات وإن كان ظاهرها في مشقة، لكن
لا يريد بالناس أن يصلوا إلى العسر. فإذا كان الإنسان يتضرر بالصيام في المرض فإنه يفطر ولا شيء عليه. والإنسان إذا سافر فإن له الفطر ولو لم يجد مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ورأى زحاماً على رجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان الإنسان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم، ويجوز له الفطر ولا حرج ولو لم يكن هناك مشقة. قال بعض أهل العلم: لو أن الإنسان صام في السفر وتعرض لمشقة شديدة فإنه أخطأ. وأكد بعض أهل العلم قال: إنه يحرم عليه لأنه يعرض نفسه للضرر، وأما إذا كان لا مشقة عليه فالأفضل له أن يكون صائما ويجوز له الفطر. فلو أن الإنسان كان مسافر على طائرة أو على سيارة مريحة ومكيفة ولا يجد شيئا من التعب ونحو ذلك يجوز له أن يفطر، لكن لو أنه صام فصومه صحيح وهو الأفضل في حقه. ربما يسأل بعضكم ويقول: لو كان الإنسان عادته السفر كسائق سيارة تسافر دائما، سائق شاحنة أو حافلة يتنقل بين المدن كل يوم في بلد ينقل الركاب أو ينقل البضائع أو نحو ذلك وهو لا يستقر، هل يجوز له الفطر؟ نقول: نعم يجوز له الفطر، ويقضي هذه الأيام إذا اطمأن واستقر ولا شيء عليه، لكن لا يأتي عليه رمضان القادم وهو لم يقضي ما أفطره من أيام يصومها أو أفطرها. من المرضى الذين يجوز لهم الفطر إذا كان الإنسان عنده السكر يرتفع ارتفاعا شديدا ويحتاج إلى تعاطي الأدوية فإنه يجوز له الفطر. وأما إذا كان كحال جملة الناس المصابين بالسكر أنهم يتحملون الصيام ولا يجدون فيه ضررا ولا مشقة فيلزمهم الصوم وليس لهم الفطر، إنما الذي يفطر الذي يتضرر بالصوم ويكون عليه فيه مشقة فهذا يجوز له الفطر. كذلك الإنسان مريض الكلى الذي يغسل فإنه في فترة الغسل يفطر لأن دمه يخرج ويعود ثانية فهذا يفطره، وحينئذ فلا يصوم ذلك اليوم لوجود الحاجة أو الضرورة إلى أن يفطر بمثل هذا النوع من العلاج، نسأل الله لهم العافية. كذلك لو أن الإنسان تعرض لمرض عارض واحتاج إلى أن يأخذ الدواء على فترات في النهار فإنه يلزمه الفطر، لأن عدم تعاطيه للدواء يؤخر البرأة أو يزيد في المرض، فعلى هذا يكون المطلوب منه أخذ الأسباب الشرعية لإزالة المرض أو التقليل من أعراضه ونحو ذلك.
فيلزمه أن يفطر لئلا يتفاقم مرضه، ولا شيء عليه إن شاء الله. والإنسان الذي يفطر فإنه عليه القضاء للأيام التي أفطرها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القضاء كإنسان مصاب بمرض مزمن لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ويكون داخلا ضمن الآية فدية طعام مسكين، يعني أنه يلزمه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، فيقدم طعاما للمسكين. والأولى أن يقدمه نيئا، ويقدره الفقهاء بما يعادل كيلو ونصف من طعام أهل البلد. يقول المؤلف رحمه الله: وعليهما القضاء، يعني على المريض والمسافر أن يقضيا الأيام التي أفطراها زمن المرض أو زمن الفطر، وإن صام أجزاءهما، يعني لو أن الإنسان تحمل المرض وقدر على الصيام فصومه صحيح ومجزئ ولا شيء عليه، وكذلك المسافر إذا صام في السفر فصومه صحيح ولا شيء عليه، لما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل حمزة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. النوع الثاني من الذين يباح لهم الفطر هو الحائض والنفساء، وهذا عذر خاص بالمرأة في حال الحيض والنفاس، فإنه يلزمها الفطر ولا يصح منها الصيام، بل يجب عليها أن تفطر، وصومها معصية. لو صامت وهي عليها الدورة أو النفاس فإنها تأثم بهذا العمل، وعليها القضاء للأيام التي أفطرتها، لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من حكمة الحكيم جل وعلا ورحمته بالمرأة، لأن الصلاة تتكرر كل شهر عليها الدورة وتتوقف في عددا من الأيام، فيشق عليها قضاء أسبوع أو خمسة أيام أو عشرة أيام أو نحو ذلك، بينما الصوم هو شهر واحد في السنة، فإذا أفطرت سبعة أيام أو خمسة أو ثلاثة أو عشرة فإن عندها فرصة 11 شهرا للقضاء، تقضيها خلال هذه الفترة ولا مشقة عليها في ذلك. يقول ابن قدامة: لو صامتا لم يجزئهما، يعني لو أن الحائض والنفساء صامتا فإن صيامهما لا يجزئ ولا يعتد به، بل إنه يعتبر خطأ ومحرما إذا كانت المرأة تعلم الحكم الشرعي، لأنه نوع من عدم الرضا بحكم الله جل وعلا. ربما يسأل بعضكم يقول: لو أن المرأة كانت حاملا فأسقطت حملها أو حصل لها النزيف فجرى لها عملية التنظيف
للأرحام، فهل يعتبر هذا من النفاس؟ نقول إذا كان تبين فيه خلق الإنسان فيعتبر نفاس، وهو ما كان له 80 يوماً. وأما إذا كان أقل من هذه المدة وهو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يعتبر نفاساً، وحينئذ تصوم. لو أنها أسقطت بعد مضي 2 شهر من حملها فلا يعتبر نفاساً، وعليها أن تصوم لأن هذا ليس من النفاس. فحكمها حكم الطاهرات. النوع الثالث ممن يشرع لهم الفطر في رمضان الحامل، المرأة الحامل والمرأة المرضع. فإذا كانت المرأة الحامل تتضرر بالصوم أو حملها يتضرر فإنه يلزمها الفطر، وعليها القضاء. وكذلك المرأة التي لها رضيع ترضعه فمع الإرضاع تضعف وتتضرر، أو أنه يجف ثديها عن ولدها فلا يجد ما يرضعه فإنها تفطر، وعليهما أن يقضي الأيام التي أفطراها ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال بعض أهل العلم إنها تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت تخشى على ولدها، وأما إذا كانت تخاف على نفسها فليس عليها الإطعام، وإنما عليها فقط القضاء. وقد قال بعض أهل العلم إن المرأة حتى ولو كانت تخاف على ولدها وأفطرت خوفا على ولدها في الحمل أو في الرضاعة فلا كفارة عليها، وإنما يكفي القضاء. وقاسوا هذا على المريض والمسافر. ولو أن الحامل صامت وتحملت أو المرضع صامت وتحملت فصيامها صحيح، كما أن المريض والمسافر إذا صام أجزأهما الصيام فكذلك هذه، لكنها هي تجد تعبا ومشقة فوقع منها الصيام، ووقع صحيحا لعدم وجود المانع فيصح منها حينئذ. وأما النوع الرابع ممن يشرع لهم الفطر فهو العاجز عن الصيام الذي لا يطيق الصيام، إما لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض مزمن لا يرجى زواله، والصوم معه فيه مشقة عليه كبيرة لا يتحملها، فحينئذ له أن يفطر ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، فينتقل من حال الصيام إلى حال الإطعام، فيطعم بمقدار أيام الشهر ويعطيها لعددهم من الفقراء إذا كان الشهر 30 يطعم 30 مسكين، وإذا كان 29 يطعم 29 مسكين. ومقدار الإطعام كما قلنا نصف صاع، ما يعادل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو من التمر أو من الرز أو من الذرة أو من غيرها، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
قال ابن عباس: هذه ليست منسوخة، وإنما هي باقية للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. ربما يسأل بعضكم يقول: لو أن إنساناً قدم طعاماً جاهزاً للمسكين، نقول يجزئ إن شاء الله إذا كان يكفي الإنسان الذي يحتاج الطعام مع توفر أنواعه بحسب مشتهيات أهل عصره. وأما إذا كان غير مهيئ ومطبوخ فإن المعتبر عند الفقهاء هو نصف صاع من قوت أهل البلد، وهو ما يعادل كيلو ونصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب على سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني أن الذين أفطروا في رمضان يجب عليهم القضاء إلا النوع الرابع وهو العاجز عن الصيام، فإن هذا لا قضاء عليه كما بينا. فمن أفطر للسفر فعليه القضاء، أو أفطر للمرض الطارئ العارض فعليه القضاء، أو تعمد أكل طعام فإنه قد أفطر وعليه القضاء، لكن لا يكفي القضاء بل لا بد من التوبة. لو أن إنساناً تعمد إفساد صيامه فعليه مع القضاء التوبة، إلا مسألة واحدة وهي الجماع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة ويجب عليه الكفارة. فلو أن إنساناً جمع زوجته في نهار رمضان بعد طلوع الفجر إلى ما قبل غروب الشمس فإن هذا قد ارتكب محرماً وأفسد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يتوب إلى الله لارتكابه المعصية، وعليه أن يكفر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذا النوع لا بد منه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أو ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكيناً؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي أن الإنسان في حال الصيام عليه أن يحتاط، فإذا كانت شهوته قوية
فيبتعد عن زوجته حال الصوم ويحترس من هذا الأمر. ويؤكد كثير من أهل العلم على أن الإنسان ينبغي له أن يختار الزمن المناسب لزواجه ودخوله بزوجته بأن يكون بعد رمضان لا قبل رمضان، يعني لا يكون في شعبان، لأن هذا يوقعه في كثير من الغلط مع فوران الشباب والرغبة الجامحة في مثل هذا السن ونحو ذلك، فيؤخره إلى شهر شوال أو القعدة ونحو ذلك، فهذا هو الأحوط له. وهذا مع الأسف يقع من كثير من الناس، ويقعون في هذا المحذور ويأتون بعد ذلك يسألون. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول هلكت، فهو يتحسر ويتألم أنه وقع في هذا الخطأ وندم على ذلك أشد الندم. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه ولم يقرعه، إنما صار يسعى في إيجاد الحلول فقط، لأن هذا الرجل مستوي في التأنيب، ما يحتاج إلى أن يحذر، هو أدرك الغلط وأدرك الخطأ وأحس بعظم ذنبه، فهو يحتاج إلى من يضمد جراحه ومن ينتشله من الوحل الذي وقع فيه. فهو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع على أهله وهو صائم، يعني في النهار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له عليك الكفارة، يلزمك الكفارة حتى تتطهر من الذنب الذي وقعت فيه، لأنك وقعت في ذنب عظيم، أفسدت صيامك وانتهكت في هذه الحال حرمة الشهر بعمل لا يجوز لك، فعليك أن تعتق رقبة، يعني تشتري عبدا وتعتقه لوجه الله تكفيرا عما حصل منك من مجامعتك لأهلك في نهار رمضان. هذا الرجل فقير ولا يجد شيء، قال لا لا أجد رقبة. فانتقل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الثانية، وما هو أخف له في التكفير؟ قال تصوم شهرين متتابعين 60 يوما متصلة لا تفصل بينها. فالرجل قال هذا هو الذي أوقعني في المصيبة، وما أستطيع الصوم لا يستطيع. فانتقل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوع الثالث وهو الأخف، قال تطعم 60 مسكينا، يعني تتصدق على 60 فرد من المسلمين المساكين. وبهذا يحصل لك التكفير على خطائك الذي ارتكبته. فقال هذا الرجل أنا ما عندي شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام سكت، وبعد فترة وهم جلوس في نفس المجلس جاء رجل معه صدقة يريد أن يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على من يرى مستحقا لها، فجاءه بزنبيل فيه تمر ووضعه عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح وقال أين السائل؟ أين صاحب المشكلة؟ قال الرجل أنا. قال خذ هذا فتصدق به، يعني خذ هذا التمر ووزعه على المساكين كفارة عما حصل منك من خطأ في صيامك.
وهذا نوع من تحمل بيت المال ما على الرعية عند عجز الإنسان وعدم قدرته على أداء ما عليه من الدين لله تعالى أو للمخلوقين. فهذا الرجل عجز عن الوفاء وليس عنده قدرة على الوفاء، فتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال للتكفير عنه. هذا الرجل لما رأى التمر طمع فيه وقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني أنا تريدني أتصدق على الناس وأنا أفقر الناس في المدينة؟ ثم أقسم يمين مغلظة، قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أقسم لك بالله أنه ما بين لابتي المدينة، يعني الحرتين الشرقية والغربية، ما فيه أهل بيت في المدينة كلها أفقر من بيتي، نحن أفقر الناس في المدينة، فأنا كيف أعطيه للناس وأنا أشد الناس حاجة لهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعمه أهلك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ضحك لماذا؟ ضحك من هذا الرجل الذي جاء يصيح والآن صار طماع وصار يريد هذا الطعام له ويريده أن يكون له، وتغيرت حال ذلك الإنسان من إنسان بئيس يحس بالألم والحسرة إلى ذلك الإنسان الذي أصيب بالنشوة والنشاط والطمع والرغبة في تحصيل هذا المال. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، فأذن له أن يطعمه أهله. ليس هذا من صدقة الإنسان على نفسه، وإنما هذا من تحمل بيت المال الكفارات عن الرعية عند العجز، فلا تسقط الكفارة وإنما تحملها بيت المال. وبعض أهل العلم قال إنها سقطت، لا، الصحيح أنها لم تسقط، وإنما تحملها بيت المال عن هذا لعجزه. يقال: كيف يعطى الإنسان كفارته؟ نقول: لا، هي الآن تحملها بيت المال وأعطاها بيت المال للفقراء، وهذا واحد من الفقراء، فهو لم يخرجها حتى أنه يعطيها نفسه، وإنما الذي أخرجها هو بيت المال، والبيت المال أخرجها وأعطاها للفقراء، وهذا واحد من الفقراء بغض النظر عن كون صاحب القضية أو غيره. فصنفت الآن على أنها خرجت من كونه هو المتحمل لها إلى أن يكون المتحمل لها هو بيت المال، وبيت المال مطالب بأن يعطيها للفقراء. وعندنا الآن عينة، هو أفقر شخص في المدينة هو هذا الإنسان، أعطيت له، إذن خرجت من العهدة. يقول ابن قدامة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني لو أن الإنسان جامع في أول النهار، ثم جامع في الظهر، ثم جامع في العصر، فهل يلزمه ثلاث كفارات؟ قالوا: لا. هل هو كفر عن الأولى؟ قالوا: لا. هل كفر بعد الثانية؟ لا. هل كفر بعد الثالثة؟ لا. إذن يلزمه كفارة واحدة. الصورة الثانية: إنسان جامع في الصباح، الساعة مثلا 8 صباحا، فقام وكفر، ثم لما صار بعد الظهر جامع، ثم سارع وكفر ثانية، ثم صار بعد العصر فجامع، فيلزمه كفارة ثالثة. لماذا؟ لأن جماعه كان بعد تكفيره، فالكفارة التي أخرجها هي لشيء سابق،
وهذا شيء جديد فيلزمه كفارة ثانية. فإذا أن الإنسان أخر الكفارة فإن وكرر العمل فإنها تتداخل ويجزئها عن اليوم الواحد كفارة واحدة، كما لو أن الإنسان أكل في الصباح ثم ندم وأمسك ثم أكل بعد الظهر فندم وأمسك، فهل يلزم قضاء يوم أو يومين؟ يلزم قضاء يوم واحد، فكذلك في حال الجماع. أما لو أنه كفر ثم جامع فكفارة ثانية، لأنها عبادة تجب لها الكفارة بالجماع فيتكرر بتكرر الوطء. وليعلم أن كل يوم عبادة مستقلة، فصيام كل يوم مستقل عن صيام اليوم الآخر. فلو أن إنسان جامع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ولم يكفر فعليه ثلاث كفارات، لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، فلا يجزئ كفارة عن ثلاثة الأيام، وإنما تجزئ الكفارة عن ثلاثة مرات جامع في اليوم الواحد. وأما إذا تعددت الأيام فكل يوم له كفارته. بقي أن ننبه إلى مسألة، وهي أن هذا العمل الذي يجر إليه بعض الشباب ونحوهم، هل هو من الأمور المستساغة والجائزة؟ نقول لا. هذا الرجل جاء وقال هلكت، وهو يعرف أنه خطأ، ولهذا قلنا في البداية إنه لا بد من التوبة، فالإنسان يجب عليه أن يحتاط ويبتعد عن هذا الأمر، لأنه يعتبر انتهاك لحرمة الشهر، وانتهاك حرمة الشهر جريمة، لأنه أفسد ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يبتعد عنه ويحتاط، كل من الرجل والمرأة. لا يجوز للمرأة أن تغريه، ولا يجوز له هو أن يداعبها، لأن هذا هو الطريق الموصل إلى الحرام، وما يوصل إلى الحرام حرام. وكما قلت في البداية إن الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويبتعد عن زوجته في مثل هذه الأحوال في نهار رمضان، لئلا يقع هو وإياها في مثل هذا الأمر. وليس الإنسان له أن يجامع ويكفر والمسألة بسيطة، لا، هي المسألة معصية ارتكبها الإنسان يعتبر فيها مجرما، فعليه أن يعمل الاحتياطات اللازمة لئلا يقع في هذا الجرم، ويبعد عنه كل ما يغري ويشجع لمثل هذا الأمر. نبه المؤلف رحمه الله على مسألة، يقول: كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. يعني لو أن إنساناً مسافراً كان مفطراً في نهار رمضان ووصل إلى أهله في الساعة 11 صباحاً، فإنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وليس له أن يكمل ذلك اليوم مفطراً، لأنه كان أول النهار مفطراً، لا، يلزمه أن يمسك. ولو أنه جامع زوجته في ذلك النهار بعدما وصل، فإنه حينئذ يعتبر قد انتهك حرمة الشهر وعليه الكفارة. كذلك المرأة إذا طهرت من الحيض مثلا وقت أذان الظهر أو بعد الظهر، فيلزمها الإمساك بقية اليوم، بل إنه لو لم تطهر إلا قبيل غروب الشمس بلحظات فيلزمها أن تمسك بقية اليوم،
على ما هو مشهور عند أهل العلم. وكذلك يقال في حق الإنسان المريض الذي برئ وكان مفطرا أول النهار فإنه يلزمه الإمساك بقية يومه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: الإنسان الذي يحصل عليه فطر في نهار رمضان بأي عذر من الأعذار، من سفر أو من مرض أو من حمل أو رضاع، فإنه يقضي خلال المدة التي تقع بين رمضان ورمضان القادم، وليس له أن يؤخر الصيام حتى يدخل عليه رمضان الآخر، بل يجب عليه القضاء قبله خلال 11 شهرا. الأمر فيه موسع، ويمر على الإنسان فيه الفصول الأربعة من الصيف والخريف والربيع والشتاء والربيع، فالإنسان يبادر للقضاء ما أمكنه ذلك، وإن أخره فلا حرج، لكن لا يؤخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان الآخر. لو أنه فرط وأتى عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي، فإن عليه بعد رمضان أن يقضي عن الشهر الذي قبل هذا الشهر، ويطعم عن كل يوم مسكينا، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا ذلك على من قدر على القضاء وفرط حتى جاء رمضان الثاني. وأما لو أن الإنسان لم يتمكن من القضاء ولم يحصل منه تفريط، وإنما شغل أو مرض طول المدة، فحينئذ لا يجب عليه إلا القضاء وليس عليه إطعام. ثم ذكر مسألة، يقول: لو أن الإنسان أخر الصيام وتوفي، فإنه إن كان صوم نذر أو كفارة فإنه يصام عنه، لما روى البخاري ومسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، قالت: أفأقضيه عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فإذا توفي الإنسان وعليه نذر أو عليه كفارة فإنه من باب الإحسان إليه، يقوم أقاربه من ورثته ونحوهم بالصيام عنه، وهذا من باب البر به والإحسان وتخليصه مما عليه من دين لله تعالى. وأما إذا كان صوم رمضان فمات وعليه الصوم، فهل يقضى عنه؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يقضى عنه، لكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وراء بعض أهل العلم أنه يدخل في المعنى السابق، وأنه من الدين الذي عليه فيقضى عنه ذلك الأيام التي أفطرها. يقول المؤلف: وكذلك كل نذر طاعة، يعني أنه ينبغي للأقارب الشخص المتوفى الذي نذر نذر طاعة فإنه يقضى عنه كل نذر طاعة إذا لم يؤدي هذا الشيء وقت حياته، كالحج والاعتكاف ونحو ذلك، لأن هذا النذر أوجبه هو على نفسه ولم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي ألزم به نفسه وأوجبه عليها، فصار ديناً عليه كديون الآدميين.
هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.